يعني اللي تمت اضافته حسب كلام السيد معالي الوزير الداخليه بلجنه الامن والدفاع يوم امس، كان لهم اجتماع حول اعاده المسوخه عقودهم، واللي صرحوا به هو 29,000 درجه وظيفيه مخصصه الى وزاره الداخليه. نعم. لكن تفتقر الى التخصيصات الماليه، ينتظرون يعني من وزاره الماليه دفع تخصيصات او صرف الى وزاره الداخليه والدفاع. نعم. زين، اليوم برايك يعني استاذ نعمان الكره بملعب من؟ يعني اليوم الداخليه تخلي مسؤوليتها من موضوع التخصيصات الماليه. صحيح. وترمي الكره في ملعب وزاره الماليه. نعم. وزاره الماليه تذب اللوم على وزاره الداخليه. برايك اليوم التقصير من اي جهه؟ احنا بالنسبه لنا ستبه، بالنسبه للتقصير احنا كوزاره داخليه ما نقول بها مقصره، لان حسب اللي معطيات اللي جاي نشوف الكتب الرسميه والاجراءات اللي جاي تتخذها بحق ابنائها صحيحه وما بها كل مشكله. لكن نعم. كوزاره ماليه لحد الان لا صرحت، لا متحدث رسمي اعلن موقفه من اللي جاي يصير من انجازات وزاره الداخليه، ووزارة الداخلية جاي تذب اللوم على وزارة المالية بأن هي لن تصرف الأموال لحد هذه اللحظة. المفروض وزارة المالية تصرح للمواطن أو للمسؤول بأن هي مو يم العقبة، وإذا كانت يم العقبة المفروض السارع، لأن الوقت جاي يمر وإحنا بوقت شوية محرج، لأن السنة المالية على انتهاء والكل يعلم القانون الأمن الغذائي نهاية شهر 12 ينتهي، بعد ما غير ينتهي مفعولة نهائيا. زين، في حال انه انتهت السنة المالية شنو الإجراءات؟ ممكن تعيدون المعاملات من أول؟